إخوة الإسلام، تحقيقًا للمبادئ والثوابت أمام طوفان المتغيرات والنوابت، ومراعاةً للسنن الشرعية والكونية، وفي ظل تنامي موجات التشكيك والأفكار الدخيلة والمساومة على المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية، وأمام التحديات الفكرية والأمنية والتنموية وجديد الصراعات والأزمات، تتطلع الشعوب والمجتمعات إلى ترسيخ أسس ومرتكزات تحقق من خلالها التقدم والازدهار، وتعانق فيها الأمجاد وتسابق الحضارات، ومدارها على الدين والقيم، فهما الفخر والشيم، وبهما تعلو الهمم وتبلغ القمم وتسمو الأمم. يكمن ذلك في إيمان خالص وأمن وارف وقيم نبيلة واعتدال لاحب وعلم واجب وتربية سليمة وتنمية مستدامة ورقمنة مستفادة وأنسنة مستفاضة وجودة عالية للحياة شاملة. تلك عشرة كاملة تحقق الإسعاد للمجتمعات والازدهار في الأمجاد والحضارات. ولقد قامت حضارتنا الإسلامية على أسس دينية وقيمية لا مثيل لها، ذلك أن رسالتنا الإسلامية عالمية حضارية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن من أجل خصائصها الزكية جمعها جوهر الشرائع السماوية وخلاصة الرسالات الإلهية، فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة دقيقة متوازنة، يصلح معها حال الإنسان ويراعي حقوقه وكرامته دون تنازل أو مساومات مهما تغيرت الأحوال أو تبدلت الأزمان.